maîtresse. Ça me semblait que je n'ai pas de fesse, je vois pas ça. Je vais te dire que tu es seul, je vais te dire que tu es seul. Essayez de vous dire que la madrasa, la rique, la dame, la bébé chouour, la tariq, la rique, la rique, la rique, la rique, la rique, la rique, la الإمام مالك سابقا وبالحج فاطمي حاليا السادة الأطر الإدارية والتربوية التابعة لهذه المؤسسة السادة الممثلي الإعلام المكتوب والمرئي والرقمي والمسموع السادة ممثلي الجمعيات المهتمة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة السيدة مديرة إمام مالك والتي ألحقت باسم الجديد السادة ممثلي جمعية الآباء أمهات وأولياء التلاميذ بناتي العزيزات وأبنائي الأعزاء أيها الحضور الكريم حرصت كل الحرص أن أفتتح أشغال هذا اللقاء المبارك في يوم الخميس الذي يصادف 3 جمادى من الشهر الميلادي والذي يحتفي فيه المحفل الكوني بذكرى عزيزة وغالية على كل أطفال العالم هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في وضعيات صعبة مختلفة لا ذنب لهم إلا أنهم جاءوا إلى الحياة وصرخوا صرخة الحياة وهم يعانون من إعاقة معينة إما ذهنية أو حس حركية أو صمم أو بكم أو هناك أيضا الأطفال الذين يعانون من نقص في النظر أو فقدانه تماما ففي فاس وأنا لي كل الشرف أن أشرف على هذه النيابة العتيدة قمت بإحصاء هكذا إحصاء أقول هكذا أنه ليس من مدقق نظرا لأن مجموعة هامة من الآباء تخفي أبنائها لعندهم إعاقة كاين هذا المشكل في فاس وجدنا السنة الماضية ما يناهز 800 إعاقة مشتتة على المجال الجغرافي لفاس وتغوص في طي النسيان لا أحد ينتبه لهذه الحالات وهي كثيرة وهي إعاقات متنوعة ووجدنا أيضا إلى جانبها 300 تلميذ توحدي يوجدون في المدارس مشتتين ولكن لا يخضعون لعناية خاصة هذا الواقع التعليمي يسائلنا جميعا يسائل المدرسة المغربية التي هي المؤسسة العمومية الوصية على هذه الشريحة التلاميذية ويسائل الجمعيات المجتمع المدني ويسائل جمعية الآباء التي تهتم بهذه القضايا ويسائلنا جميعا حتى نتماسك لحمة موحدة حول هذا الإشكال الذي يهم الأسر المغربية لأن الأب أو الأم يقف مكتوف الأيدي حول هذا النوع من الإعاقات نظرا أولا للكلفة المادية التي تتطلبها ونظرا أيضا للكلفة النفسية ولكلفة الرعاية والاحتضان التي تتطلبها مختلف أنواع الإعاقات ولذلك ونظرا للبنيات التحتية التي لا زالت محدودة في إطار الاستقطاب البيداغوجي لهؤلاء الشريحة التلاميذية المعنية ونظرا لوجود مدارس متخصصة في فاس أسعى جاهدة منذ أن قدمت إلى النيابة بجانب الجمعيات النشطة لتوسيع العرض التربوي الخاص بهؤلاء الأطفال وأيضا نشكر المبادرة الوطنية التي هي مبادرة ملكية سامية والتي تتم تحت إشراف الولاية والسيد الوالي مشكورا منذ أو في آخر اجتماع جمعني به في محفل رسمي أكد على أنه سيعطي عناية خاصة بهؤلاء الأطفال وأنه سيضع كل ما يمكن أن تتطلب هذه الأقسام المختصة من تجهيزات
متخصصة عن طريق المبادرة البشرية المبادرة الملكية للتنمية البشرية في رهن إشارة الأقسام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يبشرنا بكل خير. وأيضا لأول مرة في نيابة فاس قمنا هذه السنة باجتماع حاولنا فيه نلموا الشتات ونلموا جميع الجمعيات اللي عندها هذا الاهتمام واللي والآباء اللي كيعاني ومن هذا الإشكال هذا، حتى نحاولوا نوجدوا واحد السبل واحد الأفق اللي هي واعدة في إطار احتضان حقيقي وتوفير الشروط اللوجستيكية والمادية والنفسية والسيكولوجية لاحتضان هؤلاء الأطفال. أيضا نشكر المجهودات لقطاع الصحة الشريك الأساسي في دعم هذا القطاع، لأنها كتوفر لنا الدعم النفسي، وعلى رأس هؤلاء الذين عرضوا خدماتهم بروفيسور عموز اللي هو من شوامخ العالم الطبي والذي يهتم كثيرا بسيكولوجية التعلم عند الطفل المعاق ويعرض خدماته على الجميع. إلا أننا وأنا في هذا المنبر وعلى مرأة ومسمع من الإعلام اللي هو توا شريك أساس ونعول عليه كي يستجلب لنا ويستقطب لنا داعمين أساسيين يدعموننا ماديا ونفسيا ومعنويا، أنني أقول أنها هذا إشكال اجتماعي مجتمعي، يعني جميع المكونات القطاعية الحكومية وغير الحكومية والمدنية كلها مسؤولة على دعم ومؤازرة هذه الشريحة من التلاميذ حتى نضمن لهم الحق في التدرس. ولا نخفي عليكم أننا استطعنا في هذا المسار الحافل بالجهد أن ندمج مجموعة من الأطفال بعدد مهم جدا في صفوف التدرس، والآن كيعرفوا الدراسة ديالهم بشكل عادي، وكين فيهم اللي ولج التعليم التقني وكين فيهم اللي ولج التعليم المهني قطاع التعليم التكوين المهني، وهذا كله بشائر تدل على أن هذه الشريحة لها ذكاءاتها المتعددة وقدراتها الخاصة. وآخرها تلميذ توجناه السنة المنصرمة في البكالوريا معاق حس حركي مشلول كامل، واستطاع أن يحصل على البكالوريا وبمعدل مشرف، وتم التتويج على صعيد النيابة إقليميا حتى نشجع أبناءنا على التمدرس والاندماج في النسيج التربوي بدون أي عقدة نفسية وبدون أي حاجز وهمي، لأنه لا يوجد حاجز أمام ذكاء حقيقي يتمتع به كل طفل مغربي جاء إلى الوجود، ومن أمانتنا الكبرى أن نضمنه كرسيا ورعاية خاصة. شكرا لجميع الداعمين وللحضور الكريم، وأتمنى أن نتجاوز المحفل المناسبة إلى عمل جاد إلى جانب الجمعيات حتى نوفر سبل تعليم حقيقي ومنصف لهؤلاء الأطفال. وشكرا للحضور الكريم.